السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروف صوت، في فيديو جديد في قناة القناة. إن شاء الله النهاردة معانا طريقة إن أنت تغير الباسورد بتاع الويندوز بدون معرفة الباسورد القديم في حالة نسيانه. طريقة سهلة جدا، هي بس طريقة يعني مش معروفة شوية، يا ريت بس تستخدم الطريقة دي في حاجة كويسة، ما تستخدمهاش في أذى حد. لو أنت مثلا نسيت الباسورد بتاع الكمبيوتر بتاعك يا ريت تستخدم الطريقة دي، ما تستخدمهاش في حاجة تضر حد. نخش في الطريقة، نيجي عند الكمبيوتر بعد كده كليك يمين بعد كده مانيج، بعد ما تدوس على مانج يعني كده شويه، بعد كده هتروح على لوكال يوزرز اند جروبز، بعد كده يوزرز، بعد كده محمد. تيجي على البروفايل او الاكونت اللي انت مسجل فيه في الويندوز، غالبا هتلاقي هنا كده. لو انت روحت على الستارت هتلاقي هنا الكلمه دي اللي هي محمد، او مثلا اي كلمه تانية مش ضروري او تلاقيها محمد، هتلاقيها هنا، دور عليها هتلاقيها هنا كده، تحددها بعد كده كليك يمين عليها، بعد كده سيت باسورد، بعد كده تدوس بروسيد. بعد كده هتحط الباسورد اللي انت عايزه، مثلا هنحط ده كده، نحط الباسورد ثاني، بعد ما تحطه هتدوس اوكي. ذا باسورد هاز بين سيت. اوكي، لو انت عدت تشغيل الكمبيوتر تاني او عملت له ريستارت هتلاقي ان الباسورد اتغير تماما، وهتلاقي ان الطريقه نجحت. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ويا ريت تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، تفعل زر الجرس، تعمل لها لايك لو كان يستاهل الفيديو. بس لو عايز استفسار عن اي حاجه سيبت عليها تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.